بسم الله. مشاهدي ومتابعي قناة السير، سلام الله عليكم ومرحبا بكم في هذا العرض الجديد متابعينا الكرام الخاص بهذه الشقة الرائعة ما شاء الله اللي كتشاهدوا أمامكم في نيسيون. صراحة تحية كبيرة لهذا المقاول، صراحة الشاب الذي صراحة كيفيني الخدمة ديالو، أي خدمة دارها أي مشروع إلا والفينيسيون كتكون العنوان ديالها ما شاء الله. يعني هذه كلمة حق في هذا المقاول اللي كانت تعملوا معاه صراحة، مقاول الشعار دياله هو الجودة، وبهذا الشعار ديال الجودة كسب زبناء كثر، وكل زبون كيشري عليه شقة إلا وكيجيب له زبون آخر. إذا المشاهدين المتابعين الكرام، فكما شاهدتوا في الفيديو في الدخلة ديال الفيديو نافورة جميلة جدا، يعني صراحة كما كتشاهدوا الماء، والماء راه هو شعار الحياة. فمتابعينا الكرام ومشاهدي قناة السير، فكنت واجدوا بحي السلام بمدينة مكناس، فجبنا لكم هذه الشقة الفاخرة في اير بريز دو فقط كما كتشاهدوا بالتريات ديالها، البلافون ديالها ما شاء الله، الديكوراسيون رائعة جدا صراحة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. فحنا غنبين لكم هذا العقار بالتفصيل مشاهدينا ومتابعينا. حنا كنت واجدوا في الصالونات، يعني كاين دو صالون ما شاء الله. للتذكير هاد الشقق في حي السلام، حي صراحة عليه إقبال كبير من طرف الزبناء بمدينة مكناس. فمشاهدينا ومتابعينا الكرام كما كتشاهدوا فينيسيون رائعة رائعة جدا، في كما كتشاهدوا الدخلة ديالها باب تركي بلاندي ما شاء الله، كما كتشاهدوا مشاهدينا الكرام يعني باب تركي من النوع الرفيع مشاهدينا ومتابعينا الكرام. ما كتشاهدوا الباب ديال تركي مات مات اون تركي كما كتشاهدوا بلاندي ما شاء الله، كتشاهدوا السمك ديالو ما شاء الله، يعني صراحه جوده رفيعه، يعني باب رائع جدا كما كتشاهدوا متابعينا الكرام ومشاهدي قناه التسيير. فشقه رائعه صراحه. هل الصالون كاين صالون، هذا صالون سراج ما شاء الله كبار، كاين لي سبوت، شيء رائع صراحه متابعينا الكرام. فالدخلة هي هذه كما شاهدتوا باب تركي، على اليسار ديالنا كنلقاو لاكويزين كما كتشاهدوا مشاهدينا الكرام ومتابعينا الكرام، لاكويزين مجهزة، يعني كوزينة مطبخ بلاكار ما شاء الله، السرجم يعني السرجم كبير للتهوية ما شاء الله. والجميل في هذا المطبخ هو أنه يتوفر على بالكون ما شاء الله، بالكون كما كتشاهدوا هو هذا، يعني بلاصة تشوفوا هي بلاصة تشوفوا ديال سخان الماء هنا كيدار. فصراحة بالكون كما كتشاهدوا مشمجة ما شاء الله، اللهم زيد وبارك مشاهدينا ومتابعينا الكرام، يعني هذاك الشيء رائع جدا كما كتشاهدوا لاكويزين من الطراز الرفيع جدا مشاهدينا ومتابعينا الكرام. الانترفون متوفر كما كتشاهدوا متابعينا الكرام، هالي دو صالون كما نقول لكم، هذا الكويزين، هذا الباب الرئيسي ديال الشقة. بالنسبة للمساحة 110 متر مربع، يعني ما شاء الله مساحة كبيرة ما شاء الله، كما كتشاهدوا التريات ما شاء الله كما كتشاهدوا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، يعني البلافون ما شاء الله كما كتشاهدوا بيان ديكوري، هذاك الشيء ديكوراسيون واعرة صراحة في المستوى الرفيع جدا مشاهدينا ومتابعينا الكرام. كما كتشاهدوا
فينيسيون ممتازه جدا، ثلاثه الغرف كما كتشوف دو صالون، الكويزين ايكيبي بالبالكون ديالها ما شاء الله. وتحيه مجدده لهذا المقاول الشاب صراحه، هذا الفاسك كما كتشوف الفاسك يعني شيء رائع جدا مشاهدينا الكرام. المرايه ديالو، هذا الحمام طواليت الفاسك كذلك، المرايه ديالو ما شاء الله كتشاهدوا داك الشيء رائع جدا. الحمام بالرشاش ديالو يعني صراحه شقة فاخرة جدا. هذه بيت ديال الاباء بالحمام ديالها المستقل كما كتشاهدوا خيال الكرام، طواليت ديالها بغاسك، هذه الشومبر ديال لي بارون كما كتشاهدوا ما شاء الله، بلاكار ديالها بهذا الدارك ديكوراسيون ديالها رائعة جدا كما كتشاهدوا. صراحة شقة فاخرة بمعنى الكلمة، والثمن ديالها مناسب جدا. البلاكار كما كتشاهدوا متابعينا الكرام عامرين كما كتشاهدوا، وهذا السريجيم فيها كيطلع لاكور، يعني ما شاء الله صراحة شقة فاخرة بمعنى الكلمة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. الحمام ديالها فهمتك والله فهمتك. هذه البيت الثانية كما كتشاهدوا هي عندها السريجيم ديالها على البالكو على لاكور، ديكوراسيون صراحة ممتازة جدا مشاهدينا ومتابعينا الكرام. البيبان ديال الخشب النوع الممتاز كما كتشاهدوا، وهذه البيت الثالثة شومبر الثالثة كما كتشاهدوا متابعينا الكرام، حتى هي عندها سرجم على لاكور، ديكوراسيون رائعة جدا سرجم على لاكور. بالنسبة للثمن بالنسبة للثمن ديال هذه الشقة الفاخرة والممتازة جدا في حي السلام، الثمن ديالها كما كتشاهد خلاص انا ديال سيدي ديال الديكور هنا في هذا الصالون هنا، فالثمن ديالها 55 مليون سنتيم. متابعينا وشاهدينا الكرام اللي بغى يزورها يتواصل معنا الرقم 0676 98 84 84، ومرحبا به مشاهدينا ومتابعينا الكرام دائما الجديد على قناة السير، ودائما العروض بأثمنة متميزة ومناسبة جدا. شكرا على المشاهدة والمتابعة، وإلى عرض جديد بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.